مثل ما انتم عارفين في الحلقة اللي فاتت كانت هي أول حلقة من سلسلة المقايضة. انطلقت هذه المقايضة من تبديل قلم سحري إلى شاحن آيفون تايب سي، وبعدها جتنا رسالة في داخل تطبيق شباك، وصار هو الشخص الثاني اللي تمت معاه المقايضة، وتحركنا من منطقة الرياض إلى منطقة الخبر وبالتحديد في الظهران، وتمت المقايضة بين شاحن تايب سي إلى آيفون 5S. واليوم يا جماعة الخير رجعنا لكم بالموسم الثاني. فقبل ما نبدأ مقطع اليوم لا تنسى تضغط على لايك، تشترك في القناة، تفعل جرس التنبيهات، وليتس جو. في أول مقايضة يا جماعة الخير رايحين الآن أنا وسعيد. طيب سلم. هلا والله، كيف حالك؟ سعيد، شو الاخبار؟ واضح انك انكربت. لا الله يعطيك العافيه. راح الان نروح نقابل الشخص هذا، ولكن تصير بيني وبين سعيد مناوشات بسيطه، اللي هو على موضوع يا سعيد نبغى مكان يكون فيه نور عشان اقدر اصور بالكاميرا، والشخص هذا يبعد عننا يا جماعه الخير 33 دقيقه، وبيني وبينكم ودي اقابل الشخص هذا لانه متحمس مع الفكره كثير، فلازم اقابله. عاد بتشوفون بعد شوي اذا وصلنا له. وصلنا الموقع، ننتظره للحين. انا وسعيد نازلين نتمشى، ما ادري والله للحين ننتظر. ظنك وين بيتهم سعيد؟ ايش فيك مفتح؟ شوف يمين يسار بدنا. اي اي مقايضة مقايضة مقايضة. المهم قعدنا ننتظره في الحي عشان يجينا، قعدنا ما يقارب من 10 دقائق الى 15 دقيقة. اتصلنا عليه في المرة الأولى، اتصلنا عليه في المرة الثانية، بعد الاتصال الثاني استجاب معنا ورد على المكالمة. بعد الخير، لوكيشن حقه أبعد من هنا، ما أدري ليه جوجل ما بحطنا هنا، هو في الشارع الثاني هناك ورا، فراح نروح له. يناظر فينا، ظنك هو؟ وقف 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 وقف. جاي ندق عليه دقيقة. وقف وقف دق ريوس، يعرفنا عرفنا. دق دق ريوس. أوه وقف وقف. تعال تعال. ايه حنا تعال. ايه اصور. ما يبي يطلع في الكاميرا. ابشر ابشر ابشر. رافض والله ما تطلع، والله ما تطلع. تعال. هلا السلام. ما راح اصورك، ما راح اصورك. هذه البلشه اللي اطيح فيها. راضي بس. يلا مع السلامه. اوكي خلصنا المقايضه الاولى، وتم تحويل جوال الايفون 5S الى ايفون 6، ولكن كانت في مشكلة بسيطة بخصوص المقايضة، اللي هي أتمنى من أي شخص يبغى يقايضني أتمنى أنه يسمح أنه يطلع على الكاميرا، وهذا الكلام نبهت فيه قبل. اللي راح نسويه الآن، راح ناخذ هذا الجوال ونعرضه داخل تطبيق شباك. اللي ما يعرفوا شو تطبيق شباك، هو أحد أشهر البرامج الخاصة بالبيع والشراء. سبب اختياري لهذا التطبيق لأن نسبة الأمان عالية، وبرضه يوفر لي جميع وسائل الدفع. السلام عليكم، اهلا وسهلا، الله يعطيكم العافيه للمره الثانيه المقايضه برضو في المنطقه الشرقيه. جماعه الخير ساكنين في الرياض وينكم؟ اي واحد يعرف احد ساكن في الرياض ياخذ الرابط ذا ويرسله له، ممكن يستفيد مننا، نستفيد منه وتكون في مقايضه جميله بيننا وبينه، يعني مو قصورا في الباقين، ولكن مشوار الطريق متعب. المهم في شخص كلمنا في تطبيق شباك حاب يبدل جوال الايفون 6 بماكينه مخصصه للقهوه. يوم شفتها والله ماكينه مخصصه للقهوه قلت ايه
لازم أحرك الآن. المهم راح أحرك الحين. الساعة الآن أتوقع الساعة 3 العصر. أتوقع الساعة 3 العصر. أخيراً يا جماعة الخير وصلت الدمام. أول ما وصلت على طول كلمت الشباب أقابلهم لأنهم يدلون في الدمام ويعرفون طرق الدمام. قررنا نروح لأحد أقرب المطاعم الموجودة في الدمام. طبعاً رح نتعشى مع الشباب الطيبة هنا. دقيقة أوريكم إياهم. الله يسلم. الله يسلم. طبعاً إحنا تشرفنا بوجود أبو صالح معنا، من الناس الطيبة اللي ما شاء الله تبارك الله لامسنا فيه طيبة. يا سلام. ومبدع، مبدع ما شاء الله. وانا اتوقع ومو توقع بل فيه جزم ايضا انه راح يكون من اليوتيوبر المليونيين على ما قالوا باذن الله. ما تام يعني باذن الله. اهلا يوسف حبيبي. ابو صالح ايش حالك؟ طيب الله بخير. بخير. قليل الكلام كثير الفعل. اي والله حرفيا صار اللي ما حسبنا حسابه. اول ما شفته حاب يقايضني على طول خدت رقمه اتصلت عليه قالوا وينك فيه؟ قال خلاص تمام وصور لي الماكينه وصور لي كل شيء. المشكله ليت المكان قريب، المكان بعيد عني يبعد حوالي 5 ساعات بالسياره هنا القهر. فلما تقطع مسافه ومدتها 5 ساعات بالسياره وتتعنى وتقطع وقت حرفيا 5 ساعات رايح 5 ساعات جاي، وفي الاخير يصير الموضوع يعني يقول لك لا. الشيء هذا اكيد يقهر، والله العظيم اكيد يقهر على انه كان موافق في البدايه. يا جماعة الخير اللي حاب يقايض أتمنى أن يكون صادق. يا أخي والله العظيم تعبتني يا أخي، قسم بالله العظيم. يلا نقول لعلها خيرة والقادم أجمل بإذن الله. أنا عارف أنكم قاعدين تنظروني الآن تقولون سامة ليه تأخرت في المقطع، عرفتوا ليه؟ شايفين كيف؟ ولكن إن شاء الله موضوع. طيب يا جماعة الخير، جتني كذا فكرة بعد ما انسحب علي في آلة الكافي، جتني فكرة إني أدخل موقع شباب. قلت يا أخي بدال ما أبيع يا أخي خلني أجرب أشتري، يمكن أحصل فيه أشياء موجودة. راح أدخل موقع وراح أشوف إيش الأشياء اللي قريبة لمسعر الجهاز حقي، وراح أتصل عليه وأحاول أسوي معاه مقايضة. طيب عندنا ساعات أبل يا ولد، في ساعات بصفر ريال. لو ذي الدرجة يعني ولا إيش بالضبط؟ ساعة أبل إصدار السادس. أوكي جربات. نشوف هذا. ما في اتصال. يد بيد. أوكي لا. لا نبي اتصال. نشوف الشاشات ممكن حصل شيء. العاب فيديو، خلينا نشوف العاب فيديو. يا ويلي عرض بلاي ستيشن 5 او بلاي ستيشن 3 ب 500. يعني لو اسوي مقايضه على بلاي ستيشن 4 بتكون رابحه المقايضه هذه. معليش يا عيال، في واحد هنا كاتب 0 ريال. جتني فكرة اتصل عليها اقول انت عارضة بصفر ريال وين اقابلك ابي تكفى. اسوي نفسي مجروبة. ابغى اجربها، ابغى قايضها بايفون، ابغى قايضها بالة قهوة وثلاجة. حسالة القهوة فيها طلب. المشكلة ما في اتصال. ويلي في كل شيء. خليني اشوف مقتنيات نادرة. اخ مسرح منزلي، والله اشوف مسرح منزلي بدال الايفون شيء مرة حلو. خلينا ندخل على هذا، خلينا نسوي له اتصال ونشوف رقمه. ثواني. اوه ساكن في الخبر، يسر الخبر. يا ويلي توني جاي من الخبر، والله ما اروح. يتم التحقق من الحساب. دقيقة اتصال. والله مسرح منزلي حلوة. خلينا نكتب له بين ايفون، ابي اسوي معاك تبديل بين ايفون 6 بالمسرح المنزلي. عاد نتركه كذا لين يرد. والله مسرح منزلي حلوه. كاميرات، ده الكاميرا اللي راحت مزاد مطفرين. وظائف برضه، شاشات. هل ودكم ناخذ ونتصل عليهم؟ ويت، لا ابغى شاشات جيمنج. نكتب في البحث. البحث هنا. اوكي شاشات. وش هذه؟ بنكيو. خلينا نشوف في قايض. نروح ننسخ هذا الكلام، نجرب حظنا ان شاء الله انها تضبط. طيب كذا خلصنا اثنين، شاشه جيمنج وبرضه خلصنا المسرح المنزلي. هذه كلها ممكن الناس تدورها. هذا مكتبي، كرسي جيمنج ومواصفات ممتازه. اتوقع هذا محل شاحن لاسلكي بدل. لا ما ينفع كذا، يكفي وننتظر ونشوف. حنعطيه وقت وننتظر لين يردون علينا بإذن الواحد الأحد. مرحبا جوار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. يا مرحبا أنا بالشيخ. هلا. مشغول ولا فاضي؟ لا 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 مشغول. طيب اسمع. هلا. أنت شفت الجزء الأول من المقايضة؟ أيوة. إيه. طيب أنا الحين قاعد أسجل الجزء الثاني، تمام؟ حلو. إيه أبغى أخذ استشاراتك في بعض الأشياء، فاضي؟ آمر، بس كون استشاراتي ترى على فكرة مرة أسطورية. هذا أول.
يا حبيب قلبي الله يسلمك والله كلامك وكلام الناس الجميل يعني فهمت حبيبي لا لا فكرات جدا مصطرية وجميلة الله يقويك يا حبيب قلبي طيب اسمع هلا ابغى استشيرك تمام انا الان وصلت الايفون 6 اوكي حلو ايه بعدين رحت الله يسلمك للشرقية على اني بقايض واحد عنده مكينة قهوة بالايفون 6 واخر شيء سحب علي تمام حلوين ايه ورجعت الان انا موجود في الرياض اوكي يعني اي أيوة والله يا رجال خلى على ربك 10 ساعات 5 ساعات رايح 5 ساعات راجع الله يعينك يعوضك الله ان شاء الله يا حبيبي طيب طيب يعني انت تبغى استشاره ولا انا شفت الجوال حلو ما ادري وش قايضه فيه تمام انعرضت لي اشياء كثيره تمام طيب ايش معنى أيه. ايفون 6 خلني اعطيها هديه للشغاله توديها لها لا تستهبل تكفى ارحم والديك قاعد اصور جد صدق والله بتقايضني انت راضيها وش بتعطيني انت وش بتعطيني طيب عندي سوني فور حلو بتزيد عليه فلوس ولا تلعب ام القار ليه دقيقه سوني فور تعرف لا حرام عليك يمكن 400 ريال طيب سوني يجيب لك 500 يعني انت بتقايضني يا ليش لا طيب ما في مشكلة طيب وش صار على الاستشارة او شيء مشكلة ان شاء الله ما في مشكلة بس حتى التليفون شغال والله طيب انا شوف انا ما اعطيك الاكيد ما اعطيك الاكيد بس انا مكلم اثنين في تطبيق شباك اوكي حلو اذا ردوا علي وقالوا ان عايدي مو عايدي قالوا لا ما نبغى مكلم واحد عنده مسرح منزلي وواحد عنده شاشه تمام ما عندك مشكله اذا عاد بعلمك تمام اذا هذا اقول اي والله من قريب امرك الله يسعدك وفقك الله وفقك الله يا شيخ يا هلا مع السلامه يا شيخ مع السلامه الو